السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. لمن طلبوا تطبيق تيشيرت 2000 الخارجية يمكن أن نبدأ بهذه الطريقة. تمام، هذا الجانب الأول وهذا الجانب الآخر. ثمن المنتصف كذا أصبحت جاهزة. تمام، بعضهم يريد طريقة سريعة أو مختصرة، أو هو مستعجل مثلا، كان أن يمسك هنا في الأعلى ويمسك في المنتصف، بعد كذا أخذ الأعلى إلى الأسفل والمنتصف ثابتة يقلب على طول. هذا اللي مستعجل، طبعا اللي مستعجل أو مسافر يعني الطريقة بسرعة، يمسك في الأعلى وفي المنتصف باليسار، يأخذ الأعلى إلى الأسفل والمنتصف ثابتة، يرفع على طول جاهزة. أما الطريقة التقليدية مثل ما وريناكم في أول فيديو، يعطف على طول أصبح جاهزة. أما بالنسبة للثوب، بالنسبة لتطبيق الثوب نعطفه من المنتصف بهذه الطريقة. تمام، بهذه الطريقة نعطف النصف الأول واليد وبالرقبوين، النصف الآخر على اليد مع جزء من الجيب أو المخبأ. تمام، شوف المنتصف على طول أصبح جاهز. هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننسى التلميح إلى بعض الملاحظات في الغسيل، مثل أن تغسل الأبيض لحال والملون لحال، والأبيض إذا ما نظف ممكن تغير له مويه وتغسله مرة ثانية حتى ينظف 100%. أيضا متابعين الكرام، من ملاحظات الغسيل أن الملون الغامق مع بعض والفاتح مع بعض حتى نتجنب فسخ اللون. تمام، الثوب الشتوي مثلا لا يخلط مع منشفة أو بيجامة أو شال في الغسيل أو في التفرين. تمام، بالإضافة إلى أن الملابس بعد الفرن تمد أو بعد الدفاية تمد حتى تبرد ولا تكمش وهي حارة. تمام، بالنسبة لمواد الإزالة، مواد الإزالة توضع قبل الغسيل عشان أي كيماويات تروح مع الغسيل. وأخيرا وليس آخر، الملابس التي تنكمش أو هي صوف أو كذا تغسل بخار، والملابس أو القماش الذي تشك فيه أو ليس عندك الخبرة الكافية بإمكانك أن تغسله بالماء، لكن لفة خفيفة، لا تدعه يطول في الموية، على طول تطلعه لفة خفيفة وتطلعه على طول. هذا ما أردنا إفادتكم به في هذا الفيديو. نرجو الاشتراك ومتابعتنا لكي يصلكم كل جديد، وشكراً.